مشاهدي قناة على فكرة، سلام الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع سؤال جديد. وسؤال اليوم يقول: هل الغمازات علامة من علامات الجمال أم هي تشوه خلقي؟ لكن قبل الإجابة على السؤال وكما العادة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والضغط على زر الإعجاب، على بركة الله. الغمازات حفر صغيرة تظهر بشكل بارز على سطح الجلد، وقد تظهر الغمازات على الخدود أو على أحدهما بمجرد الابتسام، كما وقد تظهر الغمازات على الذقن أو أسفل الظهر. لكن لا شك أن الغمازات كانت ولا تزال علامة من علامات الجمال التي تضفي جمالية أكبر على صاحبها. لكن من المنظور العلمي والطبي، فالغمازات تعتبر صفة وراثية تظهر بسبب وجود اختلاف في تركيب العضلات أو قصار هذه الأخيرة، مما يسبب في ظهورها بشكل بارز. قد تظهر الغمازات عند الأطفال وتختفي عند الكبار، وذلك راجع لتمدد العضلات القصيرة مما يغطي هذا النقص. كانت هذه الإجابة على سؤال اليوم. إذا نال الفيديو إعجابك، لا تنسى مشاركته مع الأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة. إلى اللقاء.